خلال دقائق معدودة تحول الميناء العسكري بمدينة أكادير إلى مسرح لإدارة الكوارث والأزمات من خلال تمرين توليفي شاركت فيه القوات المسلحة الملكية إلى جانب نظيرتيها الأمريكية والسنغالية. الهدف الأساس للعملية تعزيز القدرات التكتيكية لسرية الدفاع النووي والبيولوجي والكيماوي التابعة لوحدة الإغاثة والإنقاذ بالقوات المسلحة الملكية. تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية وفي إطار التعاون العسكري المغربي في إدارة الكوارث، قامت وحدة الإغاثة والإنقاذ بالمشاركة في النسخة 17 من تمرين الأسد الإفريقي 2021، وذلك من أجل تفعيل سرية الدفاع النووي والبيولوجي والكيماوي للوحدة، وكذا تعزيز من جهة القدرات الميدانية والعملياتية للوحدة، تقييم قدرة الاستجابة في حالة وقوع حادث كيماوي، ومن جهة أخرى تطوير مستوى التشغيل البيني مع السرية السنغالية المتخصصة في هذا المجال. تجهيزات لوجستية متطورة ضد أسلحة الدمار الشامل تم وضعها بعين المكان خلال التمرين بغية تقييم قدرة الاستجابة في حالة وقوع حادث كيماوي. سرعة التدخل عامل حاسم في نجاح أو فشل هذا النوع من العمليات. هذه الساحة الفارغة بالميناء العسكري بمدينة أكادير تحولت خلال دقائق معدودة إلى مركز للعمليات من أجل تطهير المركبات والأشخاص وإسعافهم. سيناريو العملية تجلى في محاكاة انفجار بمستودع لتخزين مادة كيماوية شديدة الانفجار بميناء أكادير التجاري، كانت بصدد انتظار دورها في التصدير، ونتيجة لذلك ظهرت أعراض تلوث شديد على الضحايا الذين هم في حاجة ماسة للعلاج الفوري. أشتغل منذ سنوات على هذا النوع من التخصص، وأنا جد متحمس اليوم لإظهار المهارات التي تم بناؤها خلال السنوات الماضية وبناء تعاون مع جهات أخرى ليكون بمقدور الوحدتين الاستفادة من بعضهما البعض. أنا جد سعيد بالطريقة المثلى التي يؤدون بها العمل. وخلال العملية التي انطلقت بالتعرف على مصدر الإشعاعات الكيماوية أو النووية، تم الوقوف على مستوى التشغيل المشترك بين سرية الدفاع النووي والبيولوجي والكيماوي التابعة لوحدة الإغاثة والإنقاذ بالقوات المسلحة الملكية وسرية السنغالية المتخصصة في هذا المجال. أحدثنا خطين للتطهير، واحد تم تدبيره من قبل سرية الدفاع النووي البيولوجي والكيماوي السنغالية، والخط الثاني من قبل السرية المغربية. يتوفر أيضا على وحدة لتطهير العربات تشرف عليها القوات المغربية. اشتغلنا في إطار تعاون تام، وهو ما مكننا من التكفل بالضحايا 29 والقيام بالعمل على أكمل وجه، سواء تعلق الأمر بتعقيم الأشخاص أو العربات والتكفل بالحالات بالمركز الصحي المتقدم. وبعد التأكد من خلو المصابين من أي نوع من الإشعاعات، يتم نقلهم إلى المركز المتقدم للإسعافات الطبية المتواجد بعين المكان، حيث تعمل الأطر الطبية على تقديم الرعاية الصحية اللازمة، وفي حال تطلب الأمر يتم نقل الحالات إلى المراكز الاستشفائية.